حصل ده؟ اقفي يا ليلى، انا هقفلك. استني يلا شغلي يلا اتخشي جوه النار. اقفي خليك اهدي 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 يا مدام ليلى. حضرتك صاحبة المكان؟ ايوه انا صاحبة المكان، ممكن تفهمني حصل ايه؟ حضرتك احنا لقينا بواية ازاز من لتوف وبنزين جوه المخزن، ظهر الموضوع ده مقصود ومش حادثة من حد من العمال. سعادتك في بينك وبين اي حد اي مشاكل؟ لا انا ما عنديش مشاكل مع اي حد، ما اعرفش مين ممكن يكون عمل كده. انتوا ما عرفتوش اي حاجة؟ لا لحد دلوقتي لسه ما عرفناش. ممكن حضرتك تتفضلي معايا ونقفل المحضر ان شاء الله. طب بعد اذنك مفيش اي شهود شافت الحريقة؟ للاسف لحد دلوقتي لا خالص. طب وعم رمضان كان فين؟ بخال الله مدام ليلى توفى. اتفضلوا معايا دلوقتي. طب بقيت الناس بالناس بتاعتي يا عم؟ كل الحمد لله بخير، الحمد لله الناس بخير. اتفضلي بس. قلة الشغل يا بهجت المخزن. كريم ما بيردش. يلاش انا عارف اوصله. بس انت ايه اللي خلاك تسيبه ينزل يعني؟ مش انا، دي داليا. مش انا يا داليا؟ يا داليا هي البت دي على طول ما بتردش عليا ليه يا طارق؟ انا قلت لك يا معلم البت دي ما بتقعش خالص من كتر طلباتك. سيبك منها. قول لي بقى، انت شاكك ان القناوي هو اللي ورا موضوع الكامب ده؟ اه طبعا. وشاكك كمان انه كان عارف ان احمد قاسم تاجر مخدرات وكان عايز يلبسنا في الحيطه عشان يطلع هو بالارض. طب وانت ايه اللي مخليك متاكد كده؟ عشان ما فيش غيره ليه مصلحه في الموضوع ده. هو هيستفيد ايه؟ احنا لسه ما نعرفش ايه اللي في دماغه. وبيلعب لحساب مين غير محمود الترابيلي؟ يا ابني القناوي ده شطان، بيلعب بروحين. روح لحساب محمود الترابيلي، روح التاني الواحد احنا ما نعرفوش. بس مسيبنا هنعرفه. بس انت عارف بقى، انا شاكك ان احنا ما نعرفوش ده هو اللي بعت شوقي يراقب ليلى. الشاي يا سي حسام، تأمر بخدمة تانية؟ انت يا بت مسود عليا كده ليه؟ لا مسود ولا مبيض، ده بقول لك ايه، ده انا ناقص ادخلك الحمام واشطفك كمان. يا طارق البت دي بتكلمني كده ليه؟ انا قلت لك يا معلم مش طايقاك، مش طايقاك خالص. بقول لك ايه، روح اعمل لي قهوه. يلا يلا يا موسى. غموسه ايه؟ روحي يلا روحي. ده هلهوي ريس سود على دي بت. تعرف يا اخي، انا لحد النهارده مش مصدق ان احمد قاسم يطلع تاجر مخدرات. حسام، احمد قاسم مش تاجر مخدرات. احمد قاسم تاجر مخدرات، وانت نفسك مش مصدق وباين قوي في عينيك. على فكره احمد قاسم مات. مقتول بقى مش مقتول، سره مات معاه. طارق كل كل ساره استني يا ساره، ايه رايك في الكلام اللي سمعتيه؟ انا ما عنديش اي رد يا مس اجلال. كل اللي اعرفه ان دي بنت صغيره وعندها مشاكل في البيت، واكيد اعتبرتني زي مامتها، بس انا عمري ما اتكلمت معاها في حاجه. بس مامة البنت كانت سايرة جدا وقالت كلام ما يصحش انه يتقال، وانا رديت بنيابة عنك. بس اسمحي لي، يعني هي قالت ان انت بتشوفي جوزها وتخرجي معاه. انا ما اقدرش اتهمك بحاجة لا سمح الله، بس انا محتاجة افهم. انا عمري ما خرجت مع جوزها. طب والوظيفة اللي ساعدك فيها في الجورنال؟ الراجل كتر خيره شاف شغلي على النت قال لي شغلني. اه شاف شغلك على النت وقال لي شغلك. طب يا حبيبتي، انا مانعه بقى للمشاكل والخناقات، مضطره اطلب لك اجازه. اجازه؟ اه هو شهر واحد بس لغايه الترم ده ما يعدي على خير، عشان ما يحصلش مشاكل ولا احراج مره تانيه. يلا نخلص، ما تعرفيش خالص، فاهمه؟ يلا قلت لي اسكتي خالص، اخلصي. يلا اخلصي اخلصي. شريف بيه خير؟ في حاجة؟ مدام سارة بصي، أنا مش هلف وأدور عليكي، أنا هسألك وتجاوبيني على طول. كريم جوزك في مشكلة كبيرة. مشكلة؟ مشكلة إيه؟ آه كده هنلف وندور، أنا هسألك وتجاوبيني على طول. كريم فين؟ معرفش. ما تعرفيش إزاي؟ معرفش عن كريم حاجة أصلاً. إحنا منفصلين. آه اتفضلي يا عادل، اتفضلي. كريم جوزك بيتعاطى كوكايين، وانت عارفه ده. كوكايين؟ لا معرفش. برضه؟ طيب. محمد رجب مودي،
اظن ده تعرفي. اه اسمع الاسم ده، صاحب سقارة. هو صاحب احمد ياسم كمان، والراجل ده متهم بتاجر مخدرات. اظن كده بقى حجم المشكله مفهوم. انت تعرفت على كريم في سقارة، كنت تروح انت واصحابك هنا. بس انا بقالي كتير ما رحتش سقارة. اللي عرفك على المكان ده احمد ياسم؟ لا مش هو، هو كان صاحب صحابي، بس واحد اسمه جامايكا هو اللي عرفني على المكان. وجامايكا ده اسمه الحقيقي؟ محمد علاء، هو مهندس صوت، كريم يعرفه كويس. كملي. بس انا ما عنديش حاجه اقولها. بس صحيح، الخناقة اللي بينك وبين كريم ملهاش دعوة بالكوكايين، مش كده؟ لا ملهاش دعوة بالكوكايين. ملهاش أبداً دعوة بالكوكايين. أبداً. أمال إيه الموضوع؟ ملهاش دعوة بالكوكايين. شغلي يعني. ماشي. أوكي. يا سلام. افتح يا صلاح، أنا في المطبخ. صباح الخير. صباح الفل. ازيك يا انتي صلاح؟ عامل ايه؟ الحمد لله. يا طنط سعاد صباح الخير. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. انتي عامله ايه؟ الحمد لله. زي ماما عامله ايه؟ الحمد لله كله تمام زي الفل. بصي بقى اخبارك عامله ايه؟ الحمد لله. بصي بقى انا جايه لك كده في خدمه، بس وحياتي عندك ما تكسفيني. اموري يا حبيبتي، عايزه ايه؟ بصي يا ستي بقى، انا واصحابي كده عملنا جروب على الفيسبوك، بنعمل ايه؟ بننزل المدارس، بنعمل زي اسواق اكل، بنبيع فيها الاكل، وبناخد الفلوس دي نوديها للملاجئ والناس البسيطه. طب والله برافو عليكم. ما دام عجبتك الفكره قوي كده يبقى لازم تبقي معانا فيها. يا سلام، وانا بديك الساعه قولي لي اعمل ايه وانا اعمله. عايزينك بايديك الحلوين دول كده تدخلي المطبخ تعملنا كب كيكس وكوكيز وكل الحاجات الحلوه اللي كنت بتعمليها لنا زمان. حرام عليكي يا ملك، الكلام ده كان من زمان، من سنين فاتت. دلوقتي انا ما بقدرش يا بنتي، بتعب. ولا تتعبي ولا حاجه، انا معاكي وهساعدك في المطبخ لحد ما تخلصي كل حاجه. انت عارفه الحاله والظروف اللي انا فيها، ما عادش عندي خلق بقى. ما هي طنط عشان خاطر الظروف والحاله دي بالذات انا مش عارفاكي الموضوع ده، وهفضل ازن 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 عليكي كده لحد ما توافقي بقى، وانت عارفه زناني وحش قد ايه. عارفه انك زناني. حاضر يا حبيبتي، تحت امرك. بس هتعملي ايه في مذاكرتك؟ ده امك هتصوت. ولا تقلقي منها ولا تقلقي من المذاكره ولا الموضوع ده خالص. انا اصلا عايزه اخلص واخلصها وانجح من الكليه اللي قرفاني بيها دي. وبعدين يا طنط ده ثواب، يعني ربنا يكرمنا كده يبقى من نصيبنا. حاضر يا حبيبتي، حاضر. طيب انا عن اذن حضرتك قلب الحق يا طنط، هو محمد ماله؟ ماله يعني؟ بقيت اسلم عليه ما يردش عليا، وحاسه ان هو مش عاوز يتكلم زي الاول. يعني هو، ما انت عارفه زعلان على اخوه. كلنا زعلانين يا طنط. عن اذن حضرتك سلمي على ماما. حاضر. عينيا. ايه يا ملك مستعجله ليه؟ ورايا مذاكره كتيره جدا، وعايزه انجح بقى في الكليه دي واخلص منها يا ام صلاح. ربنا يوفقك ان شاء الله. ربنا يخليك. يلا عن اذنكم، باي باي. مع السلامه يا حبيبتي. والله فكرة حلوة حكاية مالك دي، أهو تشغلي وقتك. احنا فيه ولا فيه؟ ها؟ جربي، مش هتخسري حاجة. لا لا، أنا قلقاني أوي حكاية محمد دي، مش عارفة إيه حكايته. سيبيه يا سعاد، سيبيه، مش هياخد أكتر من نصيبه. يلا، كان الله في عونه بقى، وفقه السنة دي ورا آخر. طمني يا انور، ايه الاخبار؟ هو المخ لسه ما استجابش، بس ان شاء الله هتقوم بالسلامه. يا رب. انت ما بتروحش المجلس ليه؟ امبارح كان في جلسه. لا، ما انا بعت جواب للرئيس وبلغته فيه ان الجلسه الجايه هكون موجود. هو مقدر الظروف والوضع. ده بالتحقيق. انا قلت كل اللي عندي، مفيش حاجه تانيه تتقال. انا سمعت تلاتيش كلام، إن في ناس
مقدمين بلاغ فيك للنائب العام بعد ما ثبت ان الاراضي باسم فرح، متهمينك انك خدت اراضي البحر الاحمر وسينا من غير اي اشكال قانونيه. ابتدوا يدعبسوا ورايا. الظاهر ان الراجل الكبير ما بقتش على هواه. حسن نشأت امبارح كان مولع الدنيا عشان حكايه الاراضي دي. مش قد ايه؟ الراجل ده مش مكفيه كرسي الحزب وكرسي الوزاره، عايز ايه اكتر من كده؟ انت عارف ان هو مش بيتكلم من دماغه. انا لو منك اشوف الحكايه ايه مع الراجل الكبير. الموضوع لو كبر هيبقى تقيل قوي. ايوه اهلا، انت فين؟ طب خليك مكانك انا جاي لك على طول. صباح الخير يا طارق. صباح النور يا محمود بيه. اهلا اهلا. اهلا وسهلا. اتفضل. ايه اخبار فرح ايه؟ الحمد لله، لسه محدش عارف. انا عارفك كويس يا طارق. عارفني؟ عارفني ازاي يعني؟ كنت بسمع عنك كتير من القناوي ومن بقيه المحامين بتوعي اللي بيشيلوا من القناوي، وانت فاهم كل واحد يقول لي ان القناوي ده ضل وراه راجل، وانت الراجل ده يا طارق، مش كده؟ وانا دلوقتي بحاول اهرب من الضل ده يا محمود بيه. كويس كويس. انا جايبك النهارده عشان اسالك سؤال واحد، ممكن تساعدني؟ ايه في حاجه في كلامي غريبه؟ لا لا ابدا خالص، اصل حسام اداني نفس الاحساس النهارده وقال لي ان لازم اساعدك. هو حاسس موضوع ارض الكامب ده معمول بس عشان يكشفك. يكشفني؟ يكشفني لمين؟ مش عارف لحد دلوقتي، مش عارف بس هعرف. بس ما دام انت عايزني اساعدك انا مش هتاخر في اي حاجه، ما تقلقش. خير ان شاء الله. انا بس كل اللي عايز اعرفه منك، انت تعرف عيله الجمل كويس؟ اعرفها مش قوي يعني، بس في بينا بيزنس في الاتوبيسات. اتوبيسات؟ طب تعرف واحد اسمه شوقي حسين؟ شوقي حسين؟ يا محمود بيه الاسم ده افكرك بحاجه؟ فكرني بحاجه. ده مندوب. مندوب؟ مندوب عن مين؟ ده مندوب ناس تقيله ما عايزين يشاركوا حد، ورافض المشاركه دي وعايزين يقاروه يجيبوا له شوقي حسين. تمام تمام. اخرتك معايا النهارده يا سمر، روح انت بقى. اوكي الحمد لله على سلامتك يا مستر خالد. الله يسلمك يا سمر. في حاجه؟ حاجات. احكي لي كده، لما الموتوسيكلات خرجت من الجمرك احمد قاسم كان ايه رد فعله؟ اشمعنى؟ عاوز اعرف احساسه لما اخيرا نجح في حاجه. عادي كان مبسوط. ها ايه بقى؟ ايه انت؟ بصي هما مش شاكه ولا زي الموتوسيكلات اللي جوه، بس عند الناس هيبقوا احسن من الفول والطعميه. يومين وهتلاقيهم ماشيين في الشارع اكتر من الناس. ادعي انهم بس يتباعوا يا اكس. يا ستي هيتباعوا، والله العظيم هيتباعوا، ده هيخلصوا كمان. والله انا بفكر احجز واحد لابويا من دلوقتي. يا اكس اخيرا رجع وهو رايق. طبعا رايق ومبسوط جدا جدا، اخيرا فكرت في حاجه ليها قيمه ونفذتها، بدل ما انا عمال الف على كل مشاريع مصر وكله بيفكس وبقعد على القهوه في الاخر. ياه والله لو كل الشباب هنا في مصر بالراحه يقلدوني ويقوموا من على القهاوي ويعملوا حاجه هم بيحبوها، مصر دي هتبقى احسن بلد في الدنيا. انا سامعه صوت طارق وساره. الو. لعلمك مش انا وساره وطارق بس اللي شايفين كده. بص هنروح بعيد ليه؟ شايف الموتوسيكلات دي مغرقه الدنيا في ماليزيا، عارفه هم عايزين ايه وجابوه؟ ماليزيا احسن مننا في حاجه؟ احسن مننا في حاجات. هم صرفوا فلوسهم على الصحه والتعليم، احنا صرفنا فلوسنا على قرشنا. ايه ده انت جاسوسه ولا ايه؟ جاسوسه؟ طبعا مش احسن مننا، احنا عندنا مخ يا ماما. عندنا هنا والله تلاقي الواد قد كده شغال في ورشه ما يعرفش الالف من كوز الدوره،
بس يعرف يفك غساله وتلاجه وبوتاجاز وطياره اف 16 كمان. اه والله ده شفت واد تحت الكوبري بيفك شفره موبايل. حبي ده حرامي. والله صدقيني احنا هنا لو خدنا الفرصه وعملنا اللي بنحبه شوفي مصر دي هتبقى ايه. ما احنا المهم ان احنا ناخد الفرصه علشان ما يبقاش عندنا احباط. فاهم؟ ايه السواد ده؟ صعبان عليا على فكره. عارفه مين كمان اللي صعبان عليا؟ مين؟ الواد خالد. ايه اللي جاب سيرته ده دلوقتي؟ مش قادر اصدق انه مش هنا. والله الواد ده لو كان هنا كان بعنا لنا الموتوسيكلات دي كلها كده وهو بيولع سيجارته. واحسن واحد يبيع في الدنيا. ما عشان كده هو باع نفسه وبعنا. لا 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 ما تقوليش كده. خالد بيحبك. انت اخترتي انك ما تكمليش ده براحتك. بس هو لسه صاحبي. اخويا اللي اتربيت معاه. لو سمحتي ما تقوليش كده تاني قدامي. ماشي يا اكس ماشي. خلاص 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 هتقفشي. خلصنا بقى احنا هنحتفل دلوقتي بموتوسيكلاتي حبايبي. هندخلهم جوه وهتكتبي المحضر اللي بتكتبيه ده وهاخدك نتعشى في الحته اللي هتقولي عليها. عايز اكل كشري. بيئه قوي بيئه قوي موتوسيكلات وشياكه وبتاع مش اقل من لحمه راس. يلا امشي امشي. احلى قهوه لخالد باشا. تسلم ايدك يا عم سيد. والله والله حضرتك نورت مصر كلها. لا والشركه كمان. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. تأمريني بحاجة يا ست الكل؟ ربنا يخليك يا عم سيد. روح انت. ربنا يبارك لك يا بنتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. خالد هو انت امتى اخر مرة كلمت مع احمد فيها؟ كلمني ليلة الحادثة. قال لي انه راجع مصر وهو فرح. وقال لي انه مش طايق حسام المصري ولا اصحابه. بجد؟ هو ده كان كلامه. ما فهمتش منه ليه؟ غريبة. بقول لك ايه؟ دور على مجموعة الجمل اللي كنت بقول لك عليهم. سألت عليهم باباك قال لي انهم ناس كويسة. بس طارق بيقول لي ان مفيش أي حد اسمه شوقي بيشتغل عندهم. أنا ما أعرفش أي حد فيهم. بس سهل إني أعرف. أنت شاكة هو اللي حرق لك المخزن؟ مفيش حد غيره. ما تقلقيش أنا هتصرف وأكلم أبويا. خالد متشكرة قوي على اللي أنت بتعمله معايا. أنت بتقولي إيه يا ليلى؟ مفيش بينا الكلام ده. ما تخافيش أنا هجيب لك شوقي دوت من أفاق ولو طلع هو اللي عمل كده أنا هنصفه لك. انت لسه فيك عرق البلطجه. مش قلت لك ما حدش بيتغير؟ صدقيني اتغيرت. شريف ايه يا حسن؟ ايه الدخل؟ المخزن بتاع ليلى في سواقها. ايه؟ ازاي وانت؟ امبارح بالليل ظهر حد ولع فيه المولوتوف. أنا لسه مخلص المحضر من ساعتين. عارف مين كان معاه في الاسم؟ خالد نشأت. ليلى صدقيني أنا اتغيرت وبقيت كويس. واتقلبت وخفيت وعرفت الغلطات اللي أنا كنت بعملها. ولو كنت أنا جيت بدافع عنك النهارده ده عشان العشرة مش أكتر. صدقيني. خالد من فضلك ما تزعلش مني من الكلام اللي انا قلته. انا مقدره وقفتك معايا بس بجد حياتي متلخبطه اليومين دول. ليلى ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجه تمام. انت كويسه؟ خالد نشأت نصر الدين. شريف الجوهري. شريف الجوهري. مكافحه مخدرات. افتكرت حاجه؟ تقريبا. انا اللي بحقق ورا احمد قاسم. دلوقتي ورا كريم جورج. كريم؟ كريم هربان متهم تعاطي كوكايين. تعرفي هو فين؟ شريف باشا ليلى محتاجه ترتاح. النهارده كان يوم طويل ومقرف وانت حضرتك فاهم. تمام. انا اسفه انا همشي. انا حبيت اطمن عليكي بس اتفضلي. اكلمك. خالد بيه حضرتك محتاجني في حاجه؟ انا محتاجك في ثلاث حاجات. يا مودي والكامب واحمد ياسر. دي شكلها الليله هتطول. وانا تحت امرك. شوف الوقت اللي يريحك. اتفضل انا هعرف اوصلك ان شاء الله. انت فين يا منيل؟ البوليس قلب عليك الدنيا. لا بقول لك ايه؟ تعالى نتقابل في بلدي. ايه رايك في دي؟ بس بقول لك اديني ساعه واجي لك. ماشي سلام. ايه اللي هيجي لنا في وقت زي ده؟ اي وقت يا رب. هو في ايه؟
منزل المهندس صلاح قاسم. ايوه يا فندم. محمد قاسم هنا. اهلا محمد قاسم. في ايه؟ في ايه؟ ايه ده في ايه؟ انتوا مين؟ في استنى يا استاذ. معلش اتكلم. بقول لك في ايه؟ استنى. اوعى ايدك. استنى استنى استنى. في اسم في نيابه؟ يا محمد. استنى استنى يا ابني. انت بتعمل ايه يا اخي؟ لا اله الا الله. ابني محمد ايه؟ استنى يا سعاد. انا هلبس صراحة اشوف في ايه. ما تخافيش. وحشني يا اسفل. وانت كمان يا كينو حبيبي. ازيك خلوك؟ تمام يا حبيبي. اقعد انت. اللي ازيك؟ اخبارك ايه؟ طمني. والله ماشي الحال. متخانق مع مراتي وسبت الشغل عند ابويا والبوليس بيدور عليا. ايه يا عم انت اللي بيحصل لك ده؟ انت لسعت على كبر ولا ايه؟ ولا لسعت على حاجه، بس المشوار ده لازم يكمل لاخره. مشوار ايه؟ الحوار بتاع احمد قاسم ده، عايز اعرف اخره ايه. ما كانش لازم يعني من الاول يخش مع حسام. انا قلت له من الاول استناني. قال لي لما تيجي بخش معانا. وطبعا حسام جننه. انت عارف تكسى على نياته. صح. تفتكر يالا انه كان بيديل فعلا؟ الظاهر كده يا كينو. بس الظاهر ازاي؟ الشغلانه دي بتكسب دهب. ولا بان عليه العز ولا على اهله. وبعدين انت فاكر في مره كنا قاعدين مع بعض وانت قلت له على موضوع البودره ده ومش عارف ايه قفش عليك؟ فاكر؟ فدلوقتي هيبقى بيديل فيها؟ انا بصراحه مش عارف داخل السكه دي ازاي. والناس اللي كانت ممكن تظبطه انا قطعت معاهم خلاص. وبعدين عشان تبقى ديلر وتاجر بياخد منك سنين. يعني كان قاسم بيشغلنا كل ده. مش معقوله برضه. بيتاجر في المخدرات وهو صاحبنا ومعانا كل يوم من غير ما نحس. في ايه؟ انا كنت مره سهران هنا في القهوه واكس جالي. ايه يا برنس؟ ايه بقى؟ ايه انت؟ ابوك عامل ايه؟ اهو ربنا يسهل ويتحكم له. طب نزلت لي ليه من البيت يا عم انت؟ كنت قاعد منتخ. يا جدع مش دي قهوتك زي ما قهوتي؟ يعني بيتك برضه. ماشي بس انا كنت قاعد قاعده طريه وانت عارفني بحب اطري على الناس. طب اوعى بقى تكون بتطري على الناس اللي هنا بالبلاوي بتاعتك. بقول لك ايه يا اكس؟ اطلع من نافوخي. انا عمري قلت لك اعمل ايه وما تعملش ايه؟ اه بس ده عشان انت ما تقدرش اساسا. وبعدين ما تقفش كده. اللي قول لي الطلعه دي بقى بتعمل فلوس كويسه؟ اشمعنى؟ بتشاور عقلك ولا ايه؟ لا يا بيبي انا بس بطمن على مستقبلك. ايوه يا سيدي بتجيب فلوس كويسه بس اللي يعرف يشغلها كويس. وبتجيب الزفت ده منين بقى؟ ايه يا عم الجو ده؟ هتبلغ عني ولا ايه؟ هبلغ عنك؟ اه هبلغ عنك. يا عم بهرج معاك يا عم. بس سؤال غريب شويه، فجأة كده تسخن على الموضوع؟ ولا بسخن ولا حاجة. كل ما في الموضوع إن أنا مستغرب رجلك جت في القصة دي إزاي؟ شوية عيال فرافير كانوا معايا في حفلة تيستو في الساحل. قالوا لي يعرفوا ديلر من بره وعاوز يبيع. اشتريت منه أول مرة وبعد كده ظبطني من لبنان. فل خلوت. بس باخد بالك من نفسك في الحوار ده. ماشي. وبعديها بكذا شهر كانت الحادثه. طب والحشيش والبلات اللي لقوهم هنا في المحل ايه؟ ما اعرفش عنهم اي حاجه. يعني ايه ما تعرفش؟ مين اللي جابهم يعني؟ هتصدقني؟ يا عم قول. انا لما سافرت ما كانش في اي حد فتش القهوه، ولو الحاجه دي بتاعتي بجد وعندي قضيه وعندي مصيبه في الشارع ولازم اهرب، كنت اخبيها ازاي عندي؟ فكر فيها بقى. قصدك ايه؟ ما هي الحاجه دي لا بتاعتك ولا بتاعتي ولا بتاعت قاسم، هتكون بتاعت مين يعني؟ حسام؟ حسام ده عيل رزوقي. قصدك انها بتاعت اكس؟ انت شايف ايه؟ لا انا مش مقتنع بالحكايه دي قوي. مش مقتنع انه تاجر مخدرات، ده كان صاحبنا يا خالد. انا ما قلتش ان الكوك ده بتاعه يا كريم، بس لازم اقول كده في النيابه. نعم؟ نيابه؟ نيابه انت مجنون؟ هتقول في النيابه ان احمد قاسم كان تاجر مخدرات؟ انا لازم اقول الحقيقه. حقيقه ايه؟ وانت شعرفك ان هو كان بيتاجر في المخدرات، ايه الدليل اللي عندك؟ اهدى يا كريم، انا عارف ان الموضوع مش سهل عليك ومش قادر تسمعه، بس صدقني هي دي الحقيقه. وبعدين لازم تشوف لك صرفه في موضوع البوليس اللي بيدور عليك ده. يا عم سيبك من الموضوع ده خالص، انا كده اصلا ما فيش عليا تهمه. انت ازاي جبت الكوكايين ده؟ واحد اسمه محمد عبد الفتاح بيقولوا له يا مودي. الواد ده المفروض ان هو كان صاحب احمد قاسم. تعرفه؟ لا ما اعرفوش، بس اهم حاجه انك عرفت حقيقه قاسم، هي دي اهم حاجه. تأمر بحاجة يا أستاذ قبل ما أمشي؟ أستاذ طارق؟ إيه يا دليل مش عايز أي حاجة، اتفضلي أنتِ. أه بالحق،
انما انا حلمت بيك حته دين حلم من كام يوم يا استاذ، خير اللهم اجعله خير. خير يا داليا خير. خير، انت كنت واقف كده هون في المحكمه يا استاذ وبتترافع وحواليك ناس كتير، وفجاه كده هون وانت بتتكلم صوتك انكتب. يا ساتر يا رب. وبعد كده هون بقى يا استاذ قعدت تبص حواليك يمين وشمال، وفي الاخر وصوتك مبحوح كده هون بتحاول تقول يا داليا يا داليا، قمت انا صحيت من النوم. طب وايه مدلول الحلم ده عندك يا داليا؟ ملوش غير مدلول واحد بس يا استاذ، ان انت يعني ولا مؤاخذه كده هو بتبقى محتاس من غيري. انا فعلا ببقى محتاس من غيري كده ليه بجد يا استاذ؟ يعني انا فارقه كده هون في حياتك وليا قيمه؟ طبعا يا داليا، ما انا كنت زماني دلوقتي قاعد مع اصحابي بشرب حجر بالليل وقاعد معاهم على القهوه، وديني قاعد معاك اهو. ما هو انت يا استاذ اللي بتستعر مني يعني، وانا قلت لك ان انا والمصحف لو جيت معاك ما هفتح بقي بكلمه. فاهم يا داليا، الناس دي حاجة تانية خالص، بيتكلموا لغة تانية غير انت بتتكلميها خالص، لا انت هتفهميهم ولا هم هيفهموك. الناس دي عندهم هالوين، بيحتفلوا بالهالوين وبيسافروا شرم الشيخ والجونة، بيحتفلوا بالنيو يير. أقول لك على حاجة، أنت تعرفي يعني نيو يير؟ والمصحف ما أعرفه. أه أديك قلت أهو. نيو يير يا داليا يعني راس السنة، أنت بتعملي إيه في راس السنة؟ قول كده أهو، قول لي راس السنة وأنا أقول لك إن أنا عارفاه. في راس السنة أمي كانت بتعمل حلة محشي كرنب وتقعدنا حواليها. أهو أديك قلت أهو، حلة محشي. اه المحشي غلط بالليل يا داليا غلط. لا طول عمرنا بناكله بالليل، طب انا لسه ضاربه كشري امبارح وبعديها واكله كرنب وعادي. كنا نسمع بقى بره في الشارع بومب وصواريخ، ده وانا صغيره. انما بقى اما كبرت شويه بقيت انزل مع صحابي الشارع، وبقيت اشوف يا استاذ البنات وهم مدندشين نفسهم كده هون ولابسين فساتين بالافات. كنت بقول يا لهوي، انا لو معايا تمن فستان واحد من الفساتين ده هي والمصحف كنت وكلت امي واخواتي شهر. يعني انت لو معاكي تمن فستان ده مش هتشتري؟ طبعا لا يا استاذ، ده حتى ربنا كان يحاسبني. انا كفايه عليا ان انا اتفرج عليهم كده هو من بعيد وهم فرحانين، بس كنت اتضايق قوي بقى لما الاقي امي بتقول لي ان هم كده هو من بره بس. عارف يا استاذ، الرضا ده هو النعمه من عند ربنا، نعمه كبيره قوي محدش بيحس بيها غير الغلابه اللي زينا. صح يا داليا. انا هقوم بقى عشان الحق الميكروباص. سلام داليا. نعم يا استاذ. ايه رايك في الشرطه؟ رأيي يعني ايه؟ يعني احنا اللي بنعاني معاهم ولا هم اللي صح ولا ايه بالظبط؟ عارف يا استاذ، احنا عندنا امين شرطه بيقف على اول الشارع بياخد اتاوه من كل توك توك معدي، نبقى بنعاني بقى ولا ما بنعانيش؟ تصبح على خير يا داليا. وانت من اهل، ما تنساش تستغطى كويس. ماشي هستغطى. حاضر. سلام. يا عمي. ايه محمد، مين اللي قبض عليه؟ لا لا خالص خالص، انا جاي دلوقتي حالا، هجي لك دلوقتي حالا. مع السلامة يا عم. مع السلامة. شكلها هتطلع كده ماس كهربا ولا واحد مختل. انا بس اللي خايفه منه انه يكون فعلا قاسم اتفق مع ناس من ورايا وما قاليش. هو ممكن يكون قاسم عمل كده فعلا؟ لو كنت اقدر اساله كنت سالته. في حاجه انا لقيتها عندي اللي قاسم كاتبها. ايه هي؟ شخبط، بس انا فاكره اليوم ده كويس. في أوقات الكلام فيها ما بيكونش له معنى، وأي حاجة هتقولها هتتاخد عليك، وعلشان كده بنسكت. يعني أنا سكت كتير، وفي وقت لما فرحت أنا وليلى كان لازم أقول لها، بس برضو ما قلتش. وبتلك المناسبة السعيدة أحب أنا أن أتقدم بالشكر إلى السيد المحترم اللواء أحمد صلاح قاسم على نجاح فكرته الصايعة جدا جدا جدا، موتوسيكل لكل مواطن.
بس معلش معلش انا عايز اسميها موتوسيكل للجميع، دي الجمله اللي هنبيع بيها. نفنا باعلاناتك بقى. برضو انا من المكان ده من هذا المكان بتقبل التحيه والتكريم للاستاذه الباشمهندسه ليلى، واحب برضو النظيف ليش التماحيك دي النظيف ان بجد اسمعوني بجد لولا ان هي صدقت ان احنا هننجح ما كانتش حاجه من دي حصلت خالص. وفي حاجه بقى اهم من الموتوسيكلات والكلام الفاضي ده، ان النهارده انا بحتفل ان اتنين من اصحابي اللي بحبهم بجد بقوا مع بعض وان شاء الله هيفضلوا مع بعض لاخر العمر. قعدنا بينا بقى ليه يا رخي؟ ما انا مش فاهم رخي هو انت بتستعجل. قاسم انا عارف انك زعلان مني، انا فعلا غلطان في حقك، بس انا عارف انك هتسامحني عشان احنا اخوات وكان نعيش ملح مع بعض. حقك عليا. بوس. عمرك ما تأخرت عن وقتك صح. حقك عليا يا صاحبي. طب اتلقى حوط يا حوط. يلا يلا اتكلم وشوف هتنايل تشرب ايه. يلا في مكان في مكان. قاسم كان بيحبك انت يا ليلى، ولو كان بيحبني انا كان عمل فيا كل ده، كان عرفني على خالد وخلاني اتجوزه. ما كانش ينفع يعمل غير كده وانت عارفه السبب. ما كان يقول لي، لو كان بس قال لي. لو كان بس ايه؟ كان هيحصل ايه؟ قاسم كان لازم يرجع شايل كرامته فوق دماغه، وقاسم عمره ما كان هيرجع شايل كرامته يا ليلى. قاسم عمره ما اذاكي او فكر يتمصلح عليكي. قاسم اذاني كتير قوي وهو فاكر ان هو بيعمل الصح. دخلني في موضوع الموتوسيكلات معاه وعرفني على خالد. انت اللي حبيتي خالد وانت اللي اخترتي انك تتجوزيه، محدش غصبك. ما انا برضو ما كنتش متخيله ان خالد هيبقى كده، ما كنتش متخيله ان الجنان هيوصل بيه لحد الدرجات دي، انه ياخد مخدراته ويبتدي يضربني. عامة مش انت لوحدك اللي بتتفاجئي، كلنا بنتفاجئ. قصدك ايه يا سارة؟ كريم زيه زي خالد. ضربك هو كمان؟ أنا لقيت الكيس ده مخبيه يوم ما أنا وأنت رجعنا على البيت، ما رضيتش أقول لك ساعتها لحد ما الضابط شريف جالي وقال لي إن هما بيدوروا عليه. بيت المخدرات